بقلوب تملأها المحبة وبترابط بين أبناء الوطن الواحد العراق الحبيب وأبناء الجالية العربية الكريمة، نظمت الجمعية العراقية الكندية مهرجان الثقافة والتراث العراقي الثاني وعلى مسرح متوسطة بريستول في ميسيسيبي. الحضور أهلا بكم، ونحن نفتتح اليوم مهرجان الثقافة والتراث العراقي. نشكركم على الحضور، ونشكر جميع من ساهم في إقامة وإنجاح هذا المهرجان السنوي الذي نقيمه بكل الحب والتواصل مع أبناء الجالية العراقية والجاليات الأخرى. هذا فقد تنوعت المشاركات والفقرات بين الرقص والغناء والشعر الشعبي، والتي كان أبرزها مشاركة فرقة الشالغي البغدادي الذين قدموا عرضا بغداديا مميزا. وألم شوقي كله وأسير لي موطن أهوى مفاتن أرضه وشموسه للعالمين تنير، وهو الحضارة كلها تاريخها، هو أول فيها وفيها أخير. وأنا إذا ضاعت جهاتي سألتها كل الجهات إلى العراق تشير. نلتقي اليوم من خلال الجمعية العراقية الكندية، لقاء ثقافي تراثي فلكلوري جماهيري مع الجالية العراقية والجاليات العربية الأخرى وغير العربية أيضا. يوم الثقافة والتراث العراقي هو مهرجان سنوي نقيمه من خلال الجمعية العراقية الكندية، ويتضمن فعاليات مختلفة تتضمن القضايا التراثية والفلكلورية والحضارية للعراق بما فيها الموسيقى والغناء والشعر والمعارض التشكيلية، وأيضا المعروضات للتراث والفلكلور العراقي بمختلف تنوعاته. هذه الفعالية مدعومة من قبل رجال الأعمال ومن قبل أصحاب الأعمال في تورنتو، ومدعومة بحضورها من خلال التواجد الجماهير العراقية والعربية التي تأتي عادة لإحياء هذه الفعالية المهمة. شكرا لتواصلكم معنا ولتوظيف إعلامكم وخدمة هذا المهرجان وخدمة أبناء الجالية، وشكرا لكم أنتم الجالية دائما. أسرة الجالية التقت رعاة هذا المهرجان المميز الذين بدعمهم جمع أبناء العراق والوطن العربي الواحد تحت هذه الخيمة العربية المميزة. نرحب بجاية كريمة في مهرجان التراث العراقي نوفمبر 2011، فرصة جميلة جدا أن ننتقي الحاضر بالماضي مع التراث العراقي ومع الجالية العراقية في مساقة وتورنتو. نتأمل أنه مهرجانات أخرى قادمة وتكون أيضا تواصل للجالية في المهجر. شكرا جزيلا على يوسف. نرحب بكم في هذا اليوم، يوم التراث العراقي، اليوم الذي يلتقي فيه الماضي مع الحاضر ويجتمع كل العراقيين لإحياء التراث العراقي الأصيل. وكل سنة نعمل هذا البرنامج لجمع أبناء الجالية العراقية في ميسيساغا. شكرا لكم، مع تحيات رياض الإمام. I'm here today to show my respect and appreciation for the Iraqi heritage. There's lots of events going on, lots of great businesses, great music, and this is our way to say thank you. ليش جيت هنا اليوم؟ I'm here for Iraqi events. For what? Iraqi event for what? Support who?
Who's that guy? For support beyond. والعلم يجلوه مدى الشيء والعظم يبني للعلا أبدا صرحا عظيما المجد والفكر حي بلادي. اليوم طبعا نوفمبر 26 كلتنا حاضرين لمهرجان الثقافة والتراث العراقي اللي أقيم بإشراف الجمعية العراقية الكندية في أونتاريو. أول شيء لازم أحب أن أشكر جميع أصحاب العاملين في الجمعية العراقية الكندية لإقامة هذا المهرجان المتميز. أتمنى لهم النجاح والازدهار، وأيضا أتمنى لجميع أصحاب الأعمال المشاركين بهذا المهرجان المتميز بالنجاح والتوفيق. وأحب أيضا أن أوجه الشكر الجزيل إلى قناة الجالية لاستضافتنا، وأتمنى أن هذا المهرجان أن ينعاد كل سنة، وإذا أكو إمكانية أنه ينعاد يعني مرتين بالسنة أقل شيء. وشكرا جزيلا. لقد شاركت في هذا المعرض اللي هو يوم التراث العراقي بلوحتين. لوحة تعبر عن نينوى من الحضارة القديمة، نينوى القديمة، والأخرى جو بدوي فيها الفرس ومجموعة يحتسون القهوة. يعني أشكر قناة الجالية لإتاحتها الفرصة لي للحديث لكم. طارق ميخائيل يعقوب، وشكرا. أنا الدكتور فلاح محمد حافظ، عضو بالجمعية العراقية الكندية، حاضر إلى يوم التراث العراقي الذي أصبح تقليد سنوي للجمعية. الحقيقة يوم التراث العراقي يمثل يوم لقاء لكل العراقيين، هو يوم لأن نري العراقيين ما لديهم في كندا في أونتاريو، وأيضا محاولة بسيطة من الجمعية أن تشجع أصحاب البزنس وتشكرهم الحقيقة على دعمهم ليوم التراث، وخصوصا الأخوة اللي ساعدونا بشكل كبير لإقامة هذا المهرجان وهم مشكورين، والحقيقة كل سنة هم يدعمونا. ونشكر قناة الجالية الكريمة بتغطيتها ليوم التراث العراقي، ونتمنى أن تستمر المواصلة بيننا وبين الجالية والأخوة العراقيين لتطوير يوم التراث العراقي لكي يصبح تقليد مستمر في المستقبل، وشكرا. بداية أشكر موقع الجالية على إتاحة هذه الفرصة في هذا اليوم اللي هو مهرجان التراث العراقي، وإحنا كعراقيين نساهم في هذه المهرجان من أجل إنجاحها وإتاحة الفرصة للجميع للمعرفة للنشاطات والفعاليات العراقية ودعم لكل النشاطات والفعاليات العراقية في هذه المناسبة. المحاسب شاكر ياسر، تحياتي، شكرا جزيلا لكم. مساء الخير. اليوم تجمع العراقي اللي سنويا نتجمع فيه ونشارك بهذا الاحتفالية اللي هي ضمن جميع الأطياف العراقية. نحن حقيقة المؤسسة Non-Profit Organization هي مؤسسة فنية، ضمن نشاطاتها هو تأسيس فرقة الشارع البغدادي. فقمنا بتأسيس الشباب اللي هم عندهم قدرات في العزف والغناء ليحملوا التراث العراقي في كندا وأن يخدم الجالية العراقية والعربية بصورة عامة. حقيقة مسألة الشارع البغدادي مسألة جدا مهمة، وهو تراث عراقي أصيل يجب أنه نحافظ عليه وهو يكون هوية لكل العراقيين. أسسنا هذه الفرقة من سنة 2004، وكان أعضاها هم أولاد دينا ومصطفى، وضمينا شخصيات أخرى، وقد حلفنا الحظ أن التقينا بشخصيات وناس مهتمين من الفن ودارسين،
وهواة، منهم مغنيين ومنهم هم عازفين. والحين احنا حابين نحب نقدم هذا ونستمر في هذه الفكرة، وأن يكون الشغل البغدادي مثل ما هو بالسابق مهتمين فيه في العراق، أن يكون هو تواصل ما بين الحضارة القديمة والحضارة الجديدة. مرحبا، أنا علا عماد، هنا أنا مشاركة ويا فرقة الشغل العراقية بتورنتو. أنا عازفة العود وهم بنفس الوقت أؤدي الأغاني التراثية، وجايين هنا أنا اليوم حفلة تجمع الجالية نقدم لهم كل سنة بهيج وقت. يا أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله يعجبكم أدائنا. أسرة الجالية تتقدم بالشكر للشبكة العراقية الكندية على دعوتنا لتغطية هذا الحدث الرائع، كما نتقدم بالشكر لرعاة هذا المهرجان المميز السادة علاء يوسف وآرا ماركوس ورياض الإمام على لفتتهم الكريمة التي عودوا أبناء الجالية العراقية والعربية في دعمه المستمر لنشاطاتهم، ونتمنى لهم التوفيق الدائم. صرحا عظيما بجدي والفكر حير بلادي ينتبه قماما للعلم تسهو في ربا الضفار بغداد نبع الفكر شامخا تحيا وتبقى فتنة النظر. حي بلادي أنجبت قمما للعلم تسهو في ربا الظفر بغداد نبع الفكر شامخة تحيا وتبقى. Yeah, what the...